بونسوار، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مع جوال احلى. المشتركه اللي معنا هالاسبوع اسمها امل من سوريا. امل كانت عم تقطع بظروف كثير صعبه وكانت امنيتها انها تشترك بالبرنامج، فكان سربرايز كثير حلو لعيد ميلادها انه قبلناها بالبرنامج، عملنا لها سربرايز بيرثدي بارتي. خلونا نشوفها سوا. اسمي أمل، من زمان بشوف برنامج جوال وأنا كتير معجبة فيه، حالياً أنا مشتركة فيه وكتير مبسوطة لأنه عم بشترك، وخاصة أني كنت مرة قبل فترة بظروف كتير صعبة من وفاة والدتي بالشهر الخامس، أثر علي كتير وعلى نفسيتي وحتى على شكلي يعني، يعني حد ما وصلني لحالة ديبريشن و كنت حابة أعمل شيء غير أو بلش بداية جديدة لحياتي. والله أخواتي اللي شجعوني أكثر شيء، خاصة وقت شافوني يعني كثير تعبانة ونفسيا وهيك، فإنه نوع من التغيير، فكانوا كثير هن مشجعيني، وأكثر شيء أختي كوثر كانت الدافع الأكبر لاشتراكي بالبرنامج. اسمي كوثر بدر الدين، اختها لأمال. حقيقة شجعتها على هالبرنامج لأنه بدي اياها تطلع من الظرف اللي هي فيه أو الظرف اللي نحن كلياتنا فيه، بس هو أثر عليها أكثر وحدة فينا. طبعاً أنا من زعلي عليها ومن يعني حبيت أمل تغير، يعني تغير كل شيء فيها من الخارج ومن الداخل. هلا هو الاكتئاب اللي عانت منه أمل يعني شوي تعب لوشها، أكتر شيء لاحظنا وشها يعني تعب، يعني قلة النوم، القلق اللي كانت تعاني منه سبب لها شوي هيك شحوب بوشها أو تعب. يعني التغيير اللي حابة أكتر شيء بالوجه، يعني حاسة كتير تعبت بالفترة الماضية وهذا انعكس على وشي، حابة هيك يصير فيه إشراق، في تجدد يعني شباب أكثر. نبأ وفاتها يعني أو وقت لحظة وفاتها لحظة ما بتنتسى أبداً، يعني كانت كتير صعبة كتير مؤثرة يعني ما بقدر أنسى هيديك اللحظة نهائي. يعني صارت فوتي للبيت صعبة، إنه أول ما فوت كنت شوفها، كنت أقعد معها أحكي، يعني صار كل شيء صعب ودائما بتخيلها بكل زاوية، بتحبك كثير، كنت مقصرة تجاهك ويا ريت ضلت معنا أكثر. شو ما قلنا قليل من إنه أنا بالنسبة لإلي بالله سامحيني سامحيني، يعني الظرف مش بس على أمل صعب علينا كلنا، بس الحمد لله نحن قدرنا نتجاوزه، بس ظرف ما بينتسى أبدا، لا يمكن ينتسى، هي أم هي دنيا كلها، والله إن شاء الله تكون مبسوطة فينا. أكيد يعني بده يصير في شيء، يعني بجوز يفتح لي مجالات جديدة أنا ما كنت متوقعتها قبل، بجوز انطلق أكثر، يعني أنا ما كثير اجتماعية، ما كثير منطلقة يعني، فبجوز يعطيني ثقة زيادة. إن شاء الله يا رب هيك تتغير أمل مع هالبرنامج، تتغير نفسيتها، أهم شيء قبل شكلها، لأنه أكيد حتنبسط لي، أنا بعرف إنه هي حاسة فينا وشايفتنا ومعنا على طول، فأكيد هي مبسوطة إذا أنا مبسوطة.
بما انه كانت كثير نفسيتها تعبانه لامل، حبينا نبعتها على الشنغولا هوتيل عشان مساج، وكمان عن طبيبه الجلد منى مرزا عشان تعمل لها احلى فيشل. انا جايه اعمل تجربه كثير مثيره، وقالوا لي انه كثير بتريح، اللي هي المساج. انا اول مره بعملها، يعني بعرف انه ممكن هيك تعمل ريلاكس اكثر وتريح الاعصاب، وحاببتها كثير. أهم شيء راحة الأعصاب، يعني بحس حال الواحد دنيا تانية. حبينا نعرف شو عندكم أسئلة بتخص هاي. جوال، أنا دانيا من ليبيا، بحب أسألك عن الرؤوس السوداء بتظهر لي، وشكرا لإلك. هاي دانيا، وتحياتي لكل الناس اللي عم يحضرونا هلا من ليبيا. بحب اقول لك انه لازم كثير تعتني ببشرتك، وخاصه انه عم بيطلع عليك رؤوس سوداء اللي هي البلاك هيدز. البلاك هيدز معظم الوقت بيطلعوا لانه الواحد بيكون ما عم بيعمل نتواياج اللي هو التنظيف للجلد. في عندك عده طرق، اللي هو السكرابينج اللي بتعمل الحف للوجه، وكمان في عندك التنظيف اليومي باللي ولوسيون اللي هو الحليب واللوشن. اهم شيء انك تنظفي وجهك كثير كثير منيح، وتحطي عليه كريم اللي هو معمول خصيصا للسنسيتيف سكين وللجريسي سكين، لانه انت طبعا لازم تعرفي انه بشرتك هي دهنيه، وعشان هيك عم بيطلع لك الرؤوس السوداء. خلونا هلا نشوف مين معنا وشو هو ثاني سؤال. هاي جوال، ضفيري كثير عم بعاني منهم، عم بيتكسروا وهيك يعملوا مثل ايه كسرات. سو شو في عندك نصايح خاصة بالضفير؟ هاي بونسوار، بحب اقول لك ما في حدا بيحب الكسرات بضفيره، لكن في عدة طرق فيك تعمليها. هي أول شغلة إنك تاخدي فيتامينات، في فيتامينات معمولين خصيصا للشعر والضفير، هن بيقووا الشعر والضفير. والشغلة الثانية انك تعتني بضفيرك من علاج اللي هو بيجي مثل المانيكور، وهو بيجي الهاردنر للضفير، هو بيقسي الضفير وبيقويهم. والشغلة الثالثة انه خليهم قصار، حتى لما يطولوا الضفير كمان بتكسروا اكثر واكثر. مثل ما بتعرفوا انه امل معلمة مدرسة، فعشان هيك على طول بتكون بالتياب الرسمي. كانت حابة انه نلبسها فستان سهرة، بدنا نعمل مصمم ازياء اماته حتى يعمل لها شيء كثير سبيشل وخصيصا لها، وكمان ياخذ برايها.